وحليت عشرتنا ما ضميت الفراق يجينا متحتمة ما ضميت ليامة بحولها تغدرنا من بعد العشرة يا زينة الأسماء ناصرة وعلش نسيتيني ناصرة وعلش نسيتيني ناصرة وعلش نسيتيني ناصرة وعلش نسيتيني وشهد خلقنا قلت لي نبغيك في قلبي خوف هما وحلا نساك يسخى في المحنة هذا مات العمر راني بك نحن ما ناصرة وعلاش نسيتيني وعلش نسيتيني نتفكر شحال اللي نتحدثنا في كلام الوعد وكذا من المرسمة كانت الطيار تمشي له وهنا في الشجر تغنية يا وعلي ما تحومة ناصرة وعلاش نسيتيني ناصرة اليوم قدرتينا يا خفتي من الله الضر راه عين ما بيا ماذا صار ما شفت الهنا من كثرة الجراح يا قلبي متألمة ناصرة وعلش ناصرة يا طفلة يهديك واش بغيتي فينا هني على قلبي اللي راه متعذب يا طفلة يهديك واش بغيتي فينا هني على قلبي اللي راه متعذب ناصرة
قبلتينا ما خفتين الله الضري راه عالم بيا ماذا صار لا شفت الهنا ومن كثرات الجراح لما بي متألمة ناصرة وعلاش نسيتيني ناصرة الزول في الاول نيت ما يسمى الزول مقرا الناصره وعلاش نسيتيني. كان هذا الشاب يزيد سيتي اون 2011 ناصره نساتنا مي حتى انا نسيتها تقول ما كانش تقول عمرها ما اكزيستات خلاص. شوفوا يا ناس 2011 وشوفوا 2011 كيفاه الجزائريين كيفاه كل يغني وكيف يشطحوا كامل اللي في صار حرشه معمره وكانوا البرة الوقت هذاك نشفع عليها اللي يكثر للبرة اكثر من اللي للداخل. شوفوا كيفاش ما كانش مرا مدايره حجاب ولا مغنسه ولا كيما دركا ولا كل دواعش. شوفوا كيفاه هاد الناس اللي حكموا الجزائر كيفاش رجعوها يا الناس. يعني والله تشوفوا 2011 تحطوا تصويره ولا تحطوا فيديو تاع 2011 وتحطوا تاع 2022 والله العظيم تقولوا سي با بوسيبل كان هذه هي اللي جا لالجيري. يعني سبحان الله سبحان الله يعني مغير الاحوال. اليوم تشوفوا الجزائر اليوم تقولوا راكم في ما على باليش هنا حتى في افغانستان ماهيش كيما هكا. يعني فريمون شوفوا يعني ردوا الجزائر يعني ردوها يعني واش نقول لكم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فريمون سبحان الله العظيم شوفوا ركاردي هذه في صال حرشة اون 2011 شوفوا برك 10 رجعوها كيف اسمه خلاص كيما قال واحد ربي ساعدنا إن شاء الله ربي ساعدنا. Alors, اليوم السبت كما تعرفوا nous sommes le samedi aujourd'hui bien sûr le 10 septembre 2022 il est exactement 22h. Donc مرحبا بكم راح نتكلموا اليوم on va parler sur le sujet des gens qui sont en train de fuir l'Algérie. الناس الحراقه مساكن اللي راهم مازالوا هاربين من الجزائر. الناس هاربه من الجزائر والمسؤولين تاعنا والله لا حدث لا حدث اون ديري ما كان والو. يعني فريمون مانيش فاهم انا اليوم ساعه سامدي باش تعرفوا باللي سي لو ديبي دو سيمين كيما شفتوا في لا باج فيسبوك نتاعي باللي سي لا لو ديبي دو سيمين عند خويانا التوانسه اللي نحييهم بزاف بزاف عند خويانا المغاربه اللي نحييهم بزاف بزاف وفي العالم تقريبا 90% تاع العالم كامل اليوم سي لو ديبي دو سيمين سي لا فا لو ديبي دو ويكاند يونيفرسال الا عندنا حنا الجزائريين اللي غدوه الناس تصبح خدامه نهار الحد يصبحوا خدامه باش تشوفوا هذاك المنكر اللي راه صاري في الجزائر مسكينه. انا يبان لي الجزائر شوفوا واش كاين بكري واش داروا جدودنا واش داروا الناس بكري مانيش فاهم انا يبان لي مدعيه والله العظيم والله يا ناس غير مدعيه الجزائر باسكو شوفوا سي لو سول بيي اللي راهو قاعد يعاني وحنا عندنا الدراهم عندنا البترول عندنا الغاز عندنا كل الخيرات اللي باش تولي الجزائر لاباس عليها. مالوغوزمون راكم تشوفوا كيفاه الشعب ياكل في الحشيش شعب ما اذا تغدى ما يتعشاش شعب ما لقاش الدواء ما لقاش السكنه ما لقاش الماء. الماء يا ناس الماء 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 ما كانش عند الناس باش تشوفوا كيفاش. دونك انا يبان لي دعوه كبيره داتها للجزائر ربي ساعدنا. يعني فريمون اسكتوا برك والله اسكتوا برك ما الناس نهضروا معاهم ونديروا نهضروا مع الحيط هضرنا معاهم قلنا لهم يا الناس راهو حرام عليكم راهو حرام عليكم كي نخالفوا الناس نخالفوهم نوليو خير منهم. اذا الناس شراو طوموبيل بيكزومبل مع باليش انايا شراو 500 كات ولا شراو حنا لازم نشريو مرسيدس اذا نحبو نكونو خير منهم لازم نشريو حاجه تكون خير منهم ماهوش نروحو نوليو عر منهم. علاش نخالفو الناس باش نوليو عر منهم بوركوا مانيش فاهم انا والله جي با كومبخي. وعلى بالهم باللي راهو هذا السبت كيما نقولو اليوم الناس راهي كيما نقولو غدوه الحد شوفو كيفاش حنايا نبداوها بالجمعه الجمعه الناس تخدم حنا ما نخدموش دونك نوضرو نهار حسبو تشوفو
نزيدو نروحو للسبت. السبت وحنا ما نخدموش، اما حنا ما نخدموش الناس كل ما تخدمش، معليش. الحد ديمونش الناس كل ما تخدمش وحنا نخدم. نوضرو سيتادير دو جور فلا سيمين بور ريان دو تو، بور ريان دو تو. ملايين نتاع الدراهم رايحين وهما والله لا على بالهم، والله لا على بالهم، خاطرش ماهمش صبرت، هما صبرة الشعب هاد الناس هادو. هذا كل حال ماهوش موضوعنا اليوم، ديما نتكلموا على سامدي ديمونش. ما نعرفش كون يقال لي بلي راح يرجعوا جودي فوندرودي، يا ولدي يكون بينهم، لو كان بيهم انا يرجعوا يديروا ما عادش يديروا ويكاند، خلاص يديروا ديما الخدمه ويخدموا على روحهم وخلاص، ما كان حتى مشكل، على حتى يديروا جودي فوندرودي ولا يديروا ديروا حتى ماردي ميركرودي اذا بغيتوش، ما كان حتى ما عندها حتى معنى. حبيت نقول اليوم نهضروا على الناس الحراقه. على بالكم باللي البارح لافورماسيون طاحت، شوفوا اسمعوا معايا مليح، البارح من بومرداس، من بومرداس، من شواطئ بومرداس خرجت 20 قارب، 20 قارب يعني 20 فلوكة تاع الموت هذوك، فيهم جزائريين مساكن هزين على رصانهم، هزين على رصانهم رايحين في البحر، وعلى بالهم باللي رايحين يموتوا، وخرين على بالهم باللي ما مش يلحقوا، واحد ودع عمو، واحد ودع باباه، خرين مشاو درقه على اماتهم وعلى بيانهم وعلى من هنايا، وحاكمين مساكن رايحين تشوفوا باش يلحقوا، تشوفوا واش راحوا رايحين يلحقوا فرنسا. يكذب عليكم اللي يقول لكم رايحين يروحوا لاسبانيا، وما يقعدوش في الاسباني، ما يقعدوش في الايطالي، يكذب عليكم. اذا مشاو 20 قارب في الاسباني و20 رايحين يروحوا، راهو قارب واحد بلاك يقعد في بلاك يقعد في الاسباني ولا يقعد في الايطالي. الناس كل تهرب تروح لفرنسا، الناس كل تروح لفرنسا. تروحوا اليوم يحكي لي واحد في الناس، ولا مش واحد ولا زوج ولا ثلاثه، في فرنسا الجزائريين قريب يستعمروا فرنسا، قريب يستعمروا فرنسا، يطيشوا بارتو بارتو، يطيشوا في مارسي، في باري، في غرينوبل، في ليل، في وين تروحوا تلقاو الجزائريين حاكمين تروطوارات وقاعدين باش تشوفوا، باش تشوفوا. لانفورماسيون تقول باللي خرجوا من شواطئ بودواو البحري نحو اسبانيا، 11 قارب وصل قالك بسلامه، من ولاد بودواو ولا هذو الجماعه كل قالك من بودواو، دونك 11 قارب وصلوا، الاخرين مازال ما كانش خبر عليهم، وما هوش هذو هما برك اللي راهم بارتو، خارجين من عنابه، خارجين من وهرم، خارجين من مستغانم، خارجين من جيء، راهم رايحين بارتو، رايحين بارتو. والمسؤولين نتاعنا والله لا حدث كما قلت لكم، والله لا على بالهم، والله تدخلهم من تخرج لهم من. هاي سيدي، انا حبيت نقترح حاجه على الجزائريين هذو الحراقه هذو، علاش ما ديروش نهار تسميوه نهار نتاع الحرقه؟ ها وما هوش يحرقوا 20 ولا، لازم الاف، لازم الاف يحرقوا، لازم الاف يحرقوا باش الناس تعرف باللي راهو. يخليو لهم الجزائر سيدي، يخليو لهم. انا يبان لي نديرو هكا خير، يبان لي يجي نهار وين نديرو يوم ولا يومين ولا ثلاثة، نسميهم 3 ايام نتاع الحرقة، نخرجوا كل من عنابة من وين كاين شاطئ نتاع بحر كامل نخرجوا فيه، باش اللي وصل وصل، واللي مات مات، واللي منع منع، وهي ماشية وخلاص. هذا مكان خلي باش العالم كامل يسمع باللي هاد الناس هادو اللي حاكمين الجزائر راهم ما حبوش يحشموا على رواحهم، ما حبوش يحشموا على رواحهم، عياو ناس، داروا حراك، داروا براك، داروا منا، خرجوا في منا، خرجوا بارتو، ضربوا، ماتوا، ديروا، والناس والله قالكم، قالوا احنا قاعدين هنا، والله ما نطلقينكم، يعني باش تشوفوا كيفاش، هاكم تشوفوا كيفاش، أنا يبان لي، أنا يبان لي هذه نتاع الحرقة هذه، كنت نخمم من قبيلت، يبان لي لازم لها حرقة جامعية، كما قال واحد. جنرال برك هذا ما خليو لهم البلاد، خليو لهم البلاد، هاي ليكم اسيدي، هاي ليكم، ما تزيدوا عبثوا فيها اكثر ما عبثتوا.
خلي الناس ترى اللي اذا وصلوا لاسباني وصلوا لايطالي، اللي يروح للسويس يروح، اللي يروح كيما قال واحد لاوروب كبيره. وخلي يا سيدي خلينا نهجموه وخلاص، بالك نروحوا لبلغاريا يا سيدي، نرجعوا لبلغاريا يا اخي، قلنا انتم راكم من بلغاريا، نروحوا لبلغاريا يا سيدي وخلاص. هذا ما لازم، هذا ما لازم معاه الناس هذو، ما حبوش يحشموا الناس. البارح قاعد نشوف في واحدة الطفلة دارت طلب، قالت لهم عندي ماستر، راني نحوس على كانش خدمة في ريستورون نسربي ولا نغسل الماعن ولا ما نعرف واش هو، يرحم والديكم رانا ضعنا، رانا ضعنا. والناس والله لا على بالهم باش تشوفوا، الناس راهم قاعدين اجتماع وهذا وقال الاخر، وبدل وزير جيب وزير، وبدل كوميك جيب كوميك، وبدل من هنا. وكي نتكلموا حنايا يوليو يتهمونا، انتوما تمشي فيكم فرنسا، انتوما يمشي فيكم الامريكان، انتوما يمشي فيكم المغرب، انتوما يمشي فيكم الصهاينه. يا ولدي راهو نعلو الشيطان، نتوما شي اللي تشوفوا فيه هذا صحيح باش شي نهضروا فيه حنا صحيح ولا اذا ما هوش صحيح راه يمشيو فينا الناس هذ. اذا مش صحيح شي نقولوا فيه دركا، الناس ما عندها لا ما، الناس ما تقدر تداوي، الناس ما تقدر تقرا، اذا قراو خرجوا بغال كيما قال واحد، اذا جاب ماستر هاوي تحوس تغسل الماعن بماستر، تحوس تغسل الماعن، واش يعني فهموني برك، واش كاينه حاجه مليحه في البلاد هذه باش حنايا نوليو حنا نقول صح قال الدنيا لاباس عليها، وحنا قاعدين نديرو في المشاكل. هيا قولوا لي برك يرحم والديكم، اعطينا حاجه لي حاجه تخلينا باش نقولوا باللي الجزائر هذه لاباس عليها، وحنايا اللي قاعدين نديرو في لي بروبليم. اعطيني حاجه برك يرحم والديكم، اذا شفتوا السيكتور دو ترونسبور يمشي قال السيكتور ترونسبور يمشي، إذا شفتو كاش ما كان سيكتور ملي سيكتور يمشي نتاع لا سونتي ولا ما على بال، أعطيوني سيكتور واحد، سميولي سيكتور واحد يمشي، أعطيوني واحد سيكتور يمشي، مخلية بارتو، تعرفو شنو مخلية؟ مخلية أون جينيرال، بقى واش حاكم في الجزائر؟ بقى الأمن، لو كان غدوة الله لا يقدر يطيح الأمن، خلات. والله غير خلات، قسما عظما خلات، ما يبقى فيها والو، غير نيتو. هاي يا سيدي، هاكم تشوفوا كيفاش الناس تضرب في الدروك، الناس تقتل في رواحها، الناس تشنق في رواحها، الناس واحد يصوتي من الباطيمة، مراد تخنق روحها كيف اسمو، الناس هاربة في البحر رايحين بالقوارب خارجة، وجماعة راهم قاعدين والله ونديري الحالة مليحة ونديري رانا، ويزيدوا هذوك جماعة التصفاق هذوك. جماعة اللي في المخ نتاعهم حاشاكم الزبل، في الزبل المخ نتاعهم، والله واحد يكتب لي تحية 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 تحية، إيه روح يا واحد المسخ روح، إيه روح تلعب على روحك أنت، ما يطيشوا لك هذيك الربعة دور هذيك، باسم ما نعرفوا شي هو تروح تديها أنت تاكلها كيما قال واحد حمص ولا إذا لقيت الحمص، وأنت تحية تحية، إيه روح تقتل روحك يروح، تعرفوا شي هذه أنت تحية تحية، أنا نقول لك يا هذا اللي تقول تحية تحية. شوف تروح تشوف الحيوانات نتاع اوروبا عايشين خير منك، قسما عظما يا لو كان نجيبو كلب من فرنسا نعيشوه المعيشه اللي عايشها انت والله لا يقبلها. هاي يا سيدي هذا انت اللي تقول تحيه، هذا بالحرام يا لو كان نجيبو كلب من فرنسا ولا كلب من بلجيك ولا كلب من السويس ونعيشوا له حياتك انت اللي عايشها انت والله لا يقبلها بالك ينتحر. خاطرش الكلاب هما عندهم ليه ياكلوا من لي ماكازان، ياكلوا من لي كرون سيرفاس، سبحان الله ياكلوا من لي كرون سيرفاس، وانت راك شكاره نتاع حليب ما لقيتهاش، وتجي للفيسبوك تحيه 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 تحيه، مشي العقليه هذه مشي هو سي كوا سا. وهاكم تشوفوا المسؤولين اللي حاكمين البلاد لا ما يقول لك لا كيفاه ندير، او كونترير رامي لوكان القوي يتيريو على هاد الناس مساكن اللي تحرق هذه. علاه الناس هذو اللي يحرقو مساكن يحرقو من الخير ولا يحرقو راه لاباس عليهم ولا يوم يحرقو كان قال حنا قاعدين نموتو موت بطيء خلينا نفرض خطرة أو نمنعو ولا نموتو فرض خطرة ونتهناو خلاص. قالك حنا ميتين خلينا نخرجو كيما قال واحد إذا منعنا خلينا نزيدو نكملو كش ما كان وعلى بالهم مساكن كي يلحقوا الاسباني وعلى بالهم بلي كي يلحقوا الايطالي وعلى بالهم بلي كي يلحقوا لفرنسا راه ماهمش يلقاو ماتهم يسناو فيهم ولا يلقاو الناس اللي هي يسناو فيهم هيا تفضل راح تخدم ولا راح يعانيو مساكن حتى الماكله لو كان جاب ربي هذو في اوروب كاين هذو الجمعيات هذو مساكن خيريه هذو هزازينهم ويوكلوا فيهم ويشربوا فيهم.
جاب رب العالمين وضربوا مساكين والله يموتوا بالشر. الشيء اللي ما فهمتوش هو الناس هادو مسؤولين ما نعرف عندهم قلوب، ما نعرف ما عندهمش، ما نعرف يخموا واش راهم يخموا، مانيش فاهم عليهم انا. حتى الحشمه ما يحبوش يحشموا. انا والله كون انا والله نحشم على روحي، انا والله نحشم لو كنت انا اللي حاكم البلاد دكا ونسير فيها ونشوف الناس هاربين من البلاد نتاعهم. والله والله العظيم غير نحط لا ديميسيون تاعو انا نتاعي اون 24 قسما من عظما غير نحط لا ديميسيون تاعي. اي زحي نتوما حاكمين الناس بالذراع ابن عمي واش هو هذا؟ يا ما نجمتوش ما نجمتوش، خليو رب البلاد ترونكيل، روحوا خليو الناس كيما كان كاين ناس تحكم البلاد تولي الدنيا ما داير. داروا ناس اعتصامات، داروا ناس حراكات، داروا ناس منا ما كاين والو ما كاين والو. وزاد الشعب مسكين غاشي، زدتوه هلكتلو الراسة نتاع باباه. عاد الغاشي كيما قال واحد خارج اوليو باش يقول لهم نحبوا نديروا جزائر ديمقراطية، جزائر اللي لا رايحين يديروا جزائر نتاع الذباحين. من 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 لي طابوليسي يجيك الدوله الاجراميه. هاي يا سيدي من الخلال الخلافه ميتشوبي بارديس باش تشوف حتى هذا كيف اسمه الحراك هذا اللي خرجوا هذو. حنا حسبنا ناس خرجت باش يقولوا الناس نحبوا الديمقراطيه، لقينا فيهم 10 من الناس ديمقراطيين و 99% كاملين نتاع عليها نحيا وعليها نموت. يعني منا تشوي ومنا واش غير تشوي، رايح عليه خلاص. جاب رب العالمين ما نجحش الحراك هذا، لو كان نجح اليوم راهو علي بالحاج هو اللي هو اللي قاعد يسير. اوروزمون اوروزمون على واش؟ باسكو هلكولهم المخ نتاعهم، نحاولهم شوفوا ما خلاولهم والو. يعني فريمون شوفوا دبدبوا الشعب، خلاو الشعب كامل داعشي بالنساء بالرجال. بنسى بالرجل ولاو كامل دواش، والله ولاو كامل دواش. سبحان الله العظيم. على كل حال واش نقول لكم يا خوتي، الحاله مش مليحه، الناس مساكن مازالت تعاني. انا لازم يلقاو حل. هذه نتاع الحراك ما تجيب والو، خطاش علاش اليوم الشعب مسكين لا غالب عليه. الشعب خدموا له المخ نتاعو، راهو حتى لو كان يتنحى هالبوفوار هذا راح يجيوكم جماعه الذباحين هما اللي راح يحكموا فيه. راهو ما كانش وينهم الناس حق الديمقراطيين راح يجيو يحكموا البلاد، وينهم ما كانش يونا با. يقبلوا لك يجي لارسي دي، يقبلوا لك لارسي دي يسير، والله لا يقبلوا لارسي دي. لارسي دي يسير في تيزي موزو ولا في بجايه في لمان، هذا ما كان. يقبلوا لك لفافاس، والله لا يقبلوه. ها شكون يقبلوا؟ ما كان يجيك حماس ولا النهضة ولا الفيس، هذو جماعة حتى كيقولي الفيس وما كانش، راهم الفيس راهو ما كانش في الكارت، مي في الميدان راهم في 48 ولاية موجودين، موجودين. وغدوة والله لا يقدر تصرى مانيفيستاسيون ولا تصرى مشكلة، راهم هما اللي يحكموا البلاد باش نتفاهموا معاهم. دونك الحالة كيما قال كيما يقول بابا بكري الله يرحمه، مذبوح مذبوح في العيد ولا في عاشورة، كان ديما يقول لي هيك بابا. هاي والله مذبوحين مذبوحين جزائريين. في العيد ولا في عاشوراء مذبوحين مع هذه الدوله نتاع البوليسيه، ولا مذبوحين كي يجيهم الدوله الاجراميه. ما كانش يعني الحل، ما يعني ما لا يوجد الحل، ما كانش ما كانش يا با ما كانش. والله ما نشوف فيه الحل انا، والله لا نشوف فيه. ها يا سيدي والله يا ناس تحاسبوني بربي، غير درت الحسابات كامل ما لقيتش حل. الجزائر البلدان كامله عندها حل الا الجزائر. الجزائر حتى ونقولوا بهذا النظام هذا راهو نظام متعفن، يا والشعب اكثر منه، الغاشي اكثر منه، الغاشي متعفن اكثر من النظام، والله العظيم متعفن اكثر من النظام. سبحان الله. الناس باش يقول لكم نديروا دوله ديمقراطيه، نديروا دوله باش نوليو كيل اوروب ولا كيف نوليو كيل، لا يحبوا يرجعونا ملايير السنوات من اللورا. ويجوز ولا يجوز، وربي قال والرسول قال وما نعرف واشيه، ونروحوا نحروا فلسطين ونروحوا نحروا. يعني غاشي كيما هذا واش تسنى منه؟ واش تسنى منه برك غاشي كيما هذا واش تسنى منه؟ وهذا كامل راهو زيرو، راهو ما كان لا دين لا مله، ما كان والو. حتى هذه نتاع تحرر فلسطين والله لهم قادرين يحروا المال، والله العظيم لهم قادرين يحروا المالي، راه غير لا بلاك فرات، غير لا بلاك فرات. هذا ما كاين والو، يبلاكي وفرات. حتى الدين تسوى، يعني راهم مدينين صح صح ولا منا
يو قسم من عظم نحشم من نحشم برك ما نحبش نتكلم وترمو لكون نقول لكم واش راه صار والله العظيم غير تكسروا كل لي بورتابل وما تفرجوش ايوا الريح في الشباك قاعدين يهفوا هذا ما كان دونك المخرج ما كانش انا كنت نخمم قبيل قلت والله غير كش ما كان بحال اليامات نديروا 3 جور ولا 4 جور نتاع نسميوها ايام الحرقه ونخرجوا كيما قال واحد نركبوا كل في الفلايك وقال لي خلي يا سيدي خلي يسمعوا الناس كامل باللي رانا هاربين من الجزائر خليوها لهم هاي ليكم اسيدي هاي ليكم بيعوها سيدي كيما قال الانسان اذا كاين شكون يشري عليكم حتى دوكا ما نضمنش يشريوا عليكم ما عندهم ما يديروا حتى الناس دوكا البترول لو جاي مع جاي نهار من حتى البترول هذا يقول لك يا سيدي حفر البحر ما عندنا ما نديروا به عندهم التكنولوجيا دوكا عندهم كلش ما يحتاجوا للبترول تاعك ما يحتاجوا لنتاعك ما يحتاجوا والو معليش باه من بعد نزيدو اذا كما كان دوطر فيديو ان شاء الله بالك من بعد كما نزيدو واحده اخرى نقول لكم قيم دير هنا يا توتالا.